هذه الكرة تجتاز بكيفية غريبة الهدف الثاني في الثاني جنة دي تخلص دقيقة 52. أعطوا نعاودوا نشاهدوا شوفوا هنا شمام في الخط الثاني ثم وليد الهيشي تصدم فيه الكرة ترجع الكرة فيها كثير الكرة يقول تجتاز الحارس ثم مساعد الحكم الأول يقول هاي الإعادة شوفوا ربما تصدم في أحد اللاعبين هاي الكرة أمامكم ويلمسها حسن البجاوي ربما خارج مش واضحة برشا هاي هنا واضحة هنا واضحة هنا خارج الخط النهائي المرمى واضحة. شكرا للزملاء التقنيين اللي مكنونا باش نحكم ويكون حكمنا قطعي ونزيه.